نبتدي بالأهلي بطل الدوري، مبروك. مبروك طبعا للأهلي طبعا، يعني إنجاز كبير، عمل عروض كويسة وحتى الآن بلا هزيمة، وأعتقد أن هو يستحق اللقب طبعا، يعني يعني ده شيء طبيعي. يعني المفاجأة أن السيراميكا كسب بيراميدز النهاردة، دي مفاجأة، أكيد مفاجأة طبعا. يعني يعني اولا سيراميكا خرج من دائره الرعب، طبعا خلاص بقى حفظ 37 نقطه، والاسماعيلي كمان خرج من دائره الرعب، والاسماعيلي كمان 37 خرج، فبالتالي الاثنين قدروا ان هم يحتفظوا بمكانهم في الدوري الممتاز. هل كان الاهلي الفريق الافضل ولا هو افضل الوحشين ولا ايه في رايك استاذ فهد؟ لا، هو الاهلي لما غابت عنه البطوله موسمين ورا بعض وانهى الموسم اللي فات براحه، اعادت للفريق توازنه بشكل كبير. هلال البطوله ما ظهرش النهارده، هلال البطوله ظهر من 6 7 8 اسابيع، لكن حضرتك بتتكلم على الاعلان الرسمي النهارده، لكن الهلال بدا من فتره كبيره، والاهلي يستحق البطوله طبعا. فريق هو افضل هجوم، افضل دفاع، افضل مجموعه لاعبين، لم يتعرض ولا هزيمه، نتائجه محليا هايله، افريقيا هايله، فهو موسم النادي الاهلي، فهو استحق البطوله ولكن من عده اسابيع مش النهارده. يعني دايما بيبقى المنافس بتاع الاهلي هو الزمالك، لكن الزمالك بيتعرض لمشكلات كثيره وبالتالي متراجع في المنافسه، والمنافس نمره 2 هو بيراميدز. تقييمك لده ايه؟ يعني طبيعي جدا، في كل الدوريات في دربيات، في فرق كبيرة بيبقى بينها يعني صراع وتنافس مستمر، يعني في دول بيتعدد فيها الدربيات. اسكتلندا مثلا فرقتين رينجرز وسيلتيك هم اللي بيتنافسوا معظم الوقت، لكن لما حتى الانجليز بيتكلموا من السنة دي حتى في الموسم ده، قال الدوري الانجليزي ما بيش فيه تنافسية. طبعا ده مش صحيح. لا طبعا، طبعا ده مش صحيح، لا هم الانجليزي اللي بيقولوا كده. ليه؟ لان الابطال 6 أو 5 فرق بكل سنه هم اللي بينافسوا على البطوله من اول ما اتعمل البريمير ليج، يعني مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، فرق ارسنال، ما فيش فرق كتيره بتنافس كل سنه على الدوري، لا هم 5 6، لكن كل الدوري الانجليزي كله تنافسي. لكن مثلا في الدوري الانجليزي اخر مفاجاه كانت 2016 اعتقد، ليستر سيتي. طبعا كانت وهبط السنه دي، وهبط السنه دي، يعني ده استثناء، حاله مش طبيعيه. لكن الطبيعي ان الدوري الانجليزي كل سنه في 6 بتنافس. الدوري السعودي مثلا في ظاهره بشوفها جيده جدا، ان في كذا ديربي، في الهلال والنصر، في اهلي جده واتحاد جده، في الاتفاق، وفي الشباب في المنطقه الشرقيه، ففي هذا التعدد. يعني